بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشهر المرسلين نواصل بالتوتوريال تشابتر 2 Heat conduction equation سامبل problem 2 3 شوف فيها ال heat conduction in a وول wall plane wall موجود عندنا هنا thickness تبعه 0.2 يعني نفترض انه الاكس x تساوي التغير للاكس x ما هو موجود عندنا هنا الاكس x هنا تساوي صفر الاكس تساوي ال اللي هو عند الثكنس ال هنا الثكنس 0.2 متر الثيرمال كوندكتيفيتي تبع هذا الماتيريال تبع هذا الوول and سيرفيس area المساحة هنا مساحة هذا سطح الـ التو walls طبعا هي 15 متر سكوير The two sides of the wall are maintained at a constant temperature of T1 T2، T1، T2. هنا قيمتها 120، هنا قيمته 150. يعني مثل ما إذا كان لينير حيكون بهذا الشكل. المطلوب أعطيني الفريشين تبع التمبريتشر مثل ما حطيت هنا. هل هو حيكون بهذا الشكل أم حيكون بهذا الشكل أو حيكون بشكل آخر؟ يعني وأعطيه درجة الحرارة تمبريتشر عند X تساوي 0.1 متر. وين اللي هي هنا في النص. اللي هنا اكس تساوي صفر وهنا الاكس تساوي ال اللي هو كم 0.2 0.1 اللي هي هنا في النص the rate of heat conduction through the wall under steady condition الستيدي كونديشن ايش هو كمية الحرارة اللي حتمر من هذا الول اولا هذه الجنرال equation نحن قالنا ستيدي وما قالنا انه في جنريشن وقال انه الكي انها ثابتة اذا ممكن طلعها برا وقسم عليها اذا لاحظ انه هذه المعادله هي نفسها الموجودة عندي هنا اذا الحراره اتجاهها هو فقط في اتجاه الاكس ما فيش في اتجاه الواي اشمل باوندري كونديشن لما تكون الاكس تساوي الصفر التي ايش تساوي تساوي تي 1 ولما تكون التي الاكس تساوي ال هنا عند السيرفس الثاني تي تساوي TFL تساوي T2 وتساوي 50. المعادلة اللي كانت عندنا من شوية. نعمل لها انتجريشن، تكامل مرة أولى. هذه المشتقة الثانية لما نكاملها حتعطينا المشتقة الأولى. الصفر لما نعمل له تكامل حيعطينا إيش؟ حيعطينا كونستانت C1. نسميه C1. نعيد التكامل، نعمل كمان انتجريشن للطرفين. المشتقة هنا. لما نكاملها يعطينا الفانكشن نفسها تي اف x لكن c1 لما نعمل لها تكامل تصير c1 x هنا بلس 0 زائد كونستانت إذا هذا هو تغير درجة الحرارة هنا داخل هذا الول لكن باقي علينا نعرف إيش هي c1 وإيش هي c2 إذا هذه هي المعادلة اللي عندنا اللي شفناها من شوية هلا بدنا نشوف الباوندري كونديشن لما كانت الاكس تساوي صفر لما كانت الاكس تساوي صفر هنا عندي صفر ايش كانت التي اوف زيرو ايش هي؟ ايش كانت درجه الحراره؟ هي تي 1 صح؟ اذا تي اوف زيرو يكوال سي ضربناها في صفر بلس سي 2 اذا يبقى عندي في هذا الطرف فقط سي 2 اذا السي 2 تساوي تي 1 لما نكون عند ال هنا TFL تساوي C1 الاكس نحط بدالها ال L C1L C2 ايش هي T عند ال هي T2 T2 تساوي C1L T1 اذا C1 تساوي نجيب T1 للطرف الثاني ونقسم على قسم على ال اذا هذه هي قيمتها اذا كانت عندنا هذه الايكويشن صارت ايش بدل C1 و C2 الغير معروفه لا صار عندنا بدلالة التمبرتشر المعروفة عندنا كلها بدلالة الثيكنس اوف وول هل ممكن نعطيك درجة الحرارة في أي مكان من هذا الوول لأنه عندي بدلالة الإكس هو طلب مني في النص عند الإكس تساوي 0.1 متر نعوض بال 0.1 هنا الـ T2 قيمتها 50 وال T1 قيمتها 120 نقسم على ال اللي هي 0.2 نضرب وين في الاكس ايش هي الاكس في هذه الحاله هي 0.1 ونجمع على تي 1 اللي هي 120 النتيجه كانت 85 اذا درجه الحراره هنا في النص تساوي 85 باقي مطلوب منا الريت اوف هيج كوندكشن وير طبعا الكميه الحراره اللي حتنتقل هي نفسها عبر نعرف إنو ال -Q ال -Wall انه الكيو تبع الوول انه تساوي ماينس كي اي دلتا تي اوفر دلتا اكس لكن لاحظ ايه مين هي التي هذه هي اشتقها حتعطيك ايش سي 1 اذا ماينس كي في اي في c 1 ايش هي c 1 شفناها من السلايد الماضي t 2 ماينس تي 1 على ال -L. طلع الماينس هذه دخلها جوا، تجيك Ka T1-T2 على الأرض. عوّض بهذا الشيء، تجيك 600 6300 وات إذا هذه هي كمية ريت أوف of heat conduction، اللي تمر عبر هذا الول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.